تكون العملية تشاركية و سيتم التهنئة بقوة. يعني مداخلة السادة الأساتذة كانت مطمئنة، في حين أننا حضرنا لمجموعة من المداخلات فيما يتعلق بالمناخ في خارج العرائش بطبيعة الحال، كان التوصيف سوداويا وكان المستقبل تحليلي، خصوصا فيما يتعلق بندرة المياه، ومنهم من كان يعطي رقما بالضبط. وهنا أطلب من السادة الأساتذة التنوع في هذا المجال، هناك من يقول بأن 2021 هي بداية عيش المغرب لشح شديد في بعض المناطق من حيث المياه. في النقطة الثانية، الأستاذة رحمة مشكورة قالت بطبيعة الحال أن يعني 99% من المتغيرات المناخية هي بفعل الطبيعة وليست بفعل الإنسان، في حين أن 1% العكس بفعل الإنسان، وهذا ما ينعكس على ما ينعكس محليا، ولكن هذا المشكل هو ان الانسان في توصيف، يعني حتى بفعل القرار السياسي الذي يملكه الانسان يتم تدمير الطبيعه، يتم نهب الرمال البحريه، يتم تدمير وتحطيم الحزام الغابوي. سؤال اخر للساده الاساتذه فيما يتعلق يعني باعتباركم كباحثين افراد او كباحثين في اطار مراكز الدراسات، هل يتم اشراككم مركزيا في اطار المقاربه التشاركيه اللي في يعني في السياسات العموميه فيما يتعلق بالبعد المناخي؟ وشكرا.